أدوات وابتكارات تنقذك من المخاطر وتجعل حياتك مرفهة. في البداية لا تنسوا أن تسجلوا اشتراككم في القناة والإعجاب بالفيديو. سنشاهد في هذا الفيديو أدوات وابتكارات تجعلك تعيش الحياة الترفيهية بعيداً عن أي مخاطر. هيا بنا نتعرف عليها. سكوركل آلة تجعلك تتنفس تحت الماء بشكل ترفيهي وآمن للغاية، وهي خفيفة الوزن ومحمولة وقابلة لإعادة التعبئة عن طريق مضخة يدوية تمنحك ما يصل إلى 10 دقائق تحت الماء، وهي تساعدك على الغوص تحت الماء بعيداً عن المخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها، وبها تعليمات آمنة لحمايتك من الخطر. منها يجب على المصطادمين غير المدربين استخدام جهاز سكوبا تحت عمق 3 أمتار أو أكثر من 5 مرات في يوم واحد، وعدم الاحتفاظ بخاصية التنفس أو الزفير أثناء الصعود، وعدم الصعود بسرعة كبيرة. سوي بريماس عبارة عن أرجوحة في ذهابك لمكان التخييم، فكل ما عليك هو تعليق الأرجوحة الخاصة بك وتقوم بالنوم عليها بشكل آمن جداً، وبها قدرة عزل لحمايتك من الهواء المكثف دون ضغط. بلو ويف جيت عبارة عن مكبر صوت لاسلكي، هو أول مضخم صوت سماعة رأس لاسلكية بـ 24 بت، وسوف يحدث ثورة في سوق الصوت المحمولة من خلال جودة صوت غير مسبوقة لسماعات الرأس الخاصة بك والمعدات السمعية القديمة، ويمكن توصيله على البلوتوث، فهو الأنسب لحمايتك من الصوت العالي الصاخب. Thank you.
جاوبي ليفي. آلتان جديدة تضمن لك سلامتك وراحتك أثناء قيادة دراجة ذكية. فهذه الآلة يتم تركيبها في الدراجة، ويتم التفاعل الآلة من خلال الهاتف الذكي واستخدام عدة وظائف رئيسية لها، منها استخدام قوة الحوسبة والاتصال من الهاتف الذكي الخاص بك لتمكين التنبيهات ومعلومات المرور والكشف عن الاصطدام. ويتم التحكم فيها عن طريق لمس الشاشة في أماكن مختلفة، ويمكنك الوصول إلى وظائف مختلفة بما في ذلك نظام تحديد المواقع واختيار مسار الموسيقى وجعل استقبال المكالمات الهاتفية. وتشمل العديد من التنبيهات، منها في حال الدخول للطرق الوعرة وتنبيهات السرعة. يمكن للشاشة أيضاً نقل المعلومات والتنبيهات إلى تطبيق جوبي لايفي المجاني الذي يتتبع رحلتك عبر نظام تحديد المواقع العالمي للهاتف. إذا تعطلت الآلة فسيقوم التطبيق بإرسال رسالة إلى جهة اتصال في حالة الطوارئ. هو جهاز يساعدك على التسلق من الماء ويجعلك مستقراً في الهواء، وقد تحقق ذلك من خلال الدفع تحت الأرض وتثبيت اليد. ويزود الدفع في الهواء ويقف الراكب على لوح متصل بواسطة خرطوم طويل لمراكب مائية. يضطر الماء تحت الضغط إلى زوج من الأحذية مع الفوهات النفاثة التي توفر فحوى للمتسابق. يطير إلى 15 متراً في الهواء أو الغوص من خلال الماء وصولاً إلى 2.5 متر. هذا كل شيء أعزائي المشاهدين، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة على قناتكم قرية تكنولوجيا المستقبل. دمتم بخير.